رفيق بوشناق السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة موصلين معاكم في الرف مايك موصلين حديثنا على الخبر اللي هز الرأي العام في الويكاند كما قلنا يقاف سونيا الدهماني برهان مسيس ومراد الزغيدي. ما زلت على شوية تفاصيل ما نعرفوهاش في علاقة بيقاف صديقنا برهان وصديقنا مراد. معنا المحامي الأستاذ غازي مرابط. أستاذ صباح الأنوار. وي صباح الخير سيدي خويا، صباح الخير وتحيه للحضور. شكرا لك على قبول التدخل معنا في الرفماك. متر شنجمو نعرفوا ساعة متر سامحني في سؤال على المباشر، انت محامي مراد ولا محامي مراد وبرهان؟ لا محامي مراد الزغيدي. مراد الزغيدي، واضح. شنجمو نعرفوا متر على عملية الإيقاف اللي شملت موكلكم مراد الزغيدي؟ شعنا تفاصيل اليوم لحد اللحظة اللي صار انه نهار السبت على حوالي الساعة 8 ليلا نقلت مجموعة من أعوان مكافحة الإجرام بالبرجاني إلى مقر سكنة الصحفي مراد الزغيدي بتونس العاصمة، وكان لقاوها بمنزله هو وبنته الصغيرة، حللهم باب دخلوا للدار مدة 5 أو 10 دقائق وقاموا من بعد ذلك بنقله إلى البرجاني 8:17 بريسيزيمون، معنا اتصل بيا مراد، ثم بعد قليل اتصل بيا احد اعوان من مقر فرقة الجورجاني وطلبوا مني الالتحاق. الحقيقة كي سألت مراد شنو كانت المعاملة معك بالنسبة للاعوان وكل شيء، قال لي كانت حق معاملة عادية، كان فما احترام متبادل. مع العشرة لعشرة وربع بدا سماع مراد من قبل باحث البداية بحضوري أنا وبحضور زميل ممثل عن نقابة الصحفيين الأستاذ الربيعي، دام هذا السماع يعني حوالي 4.5 سوايع على أثرهم أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بكل من مراد وكذلك برهان سيس لمدة 48 ساعة اللي هما يخاول اليوم الصباح، معناها يخاول اليوم بعد معناها شوية 9-10 متاع الليل باش يتم نقل كل من مراد وبرهان إلى المحمى الابتدائية بتونس للعرض على السيد وكيل الجمهورية واللي بشيخه 9-10 متاع الليل ولا متاع الصباح أستاذ؟ لا متاع الصباح معناها دي سي ساعة ساعة ونص أخرى يتم عرضهم على الوكيل هكا وكيل الجمهورية كان يتم نقلهم كي يكملوا الابحاث، ما نعرفش وقتاش يكملوا الابحاث نتاعهم، يعني ما نزلوا في الاجال يتم عرضه والنيابه العموميه يعني تكيف الافعال، تنجم تاخذ معناها قرار بالتمديد في الاحتفاظ ب 24 ساعه كان جنحه والا 48 ساعه كان جنايه والا الحفظ، تنجم كذلك تكيف الافعال يعني نعرفوا شنو هي الجرائم المنسوبه اليهما اليوم على نصف النهار ولا الفوق، دونك نجمو نعرفوا. وشنو الاسئله؟ محور الكلام كان شنو الاسئله؟ كانت شنو متر؟ كل الاسئله قالوا تم عرض معناها مجموعه من الفيديوهات كلها تسعة عددها تسعة كلها تدخلات نتاع مراد، هما تسعة بالنسبه لمراد اي تسعة ما نعرفش بالبرهان يمكن اكثر سمعت دي اكثر ما تسعة كلها تتراوح معنا المده نتاعها من فيفري 2024 الى ابريل 2024 كلها الاسئله اش تقصد بالكلمه هذه، علاش استعملت المصطلح هذا، علاش قلت الجمله هذه، شنو هي الفكره هذه، شنو تقول يعني كانت معنا الكل تعرف أنها مداخلات نتاعو تكون موزونة، الناس كل تعرف مراد الزغيدي كيفاش يتكلم وشنو يقول، لم نعاين معناها في هذه الفيديوهات أي إساءة لأي شخص مهما كان، أي تهكم أو سلب، الناس كل تعرف مراد كيفاش يعني قلت معتدل ومتزن، يكره الشعبوية، يحب الوضوح في التدخلات نتاعو، ديما يعطي تحليل سياسي وديما يستعمل كلمات ينسب فيها ما يقوله هو نفسه. يعني خلافا العديد من الزملاء معناها في الصحافه والاعلام ما يعطيش معلومات، مراد يعطي في التفكير وعلمي وتحليل علمي يسبق فيه معناها لا غولاتيفيتي النسبيه ينسب الامور لا نيونس دو سيت بروبو، يقول هذا رايي الخاص تعرفوه مراد مش يتكلم هذا انا يبدو لي هكا يستعمل برشا كلمه على العموم انا نرى هكا انا نجم نكون غالط
ديما تلقاه ينسب في الامور. هذا هو على مراد ما بداش العمل الصحفي نتاعو اليوم راه ولا في الخوذه نتاع بعد الثوره، بدا مسيرته سنه 92 1992 خاض تجربه في الخارج في اكبر القنوات التلفزيونيه الاوروبيه، معناها عبد يعرف ايش يعمل، مخه فوقه يتكلم بهدوء، لا عمره يسب لا يقدح في شخص ولا حتى يستفز ضيوفه ولا اطراف اخرى. مراد انسان جدي ويحب خدمته، واكثر واحد يحترم اخلاقيات المهنه ويحب بالهدوء. انا اللي نخمم ونجم ناكده لكم توا معناها لحد هذه الساعه، بعد ما نعرفش فما ابحاث جديده صارت البارح والا فما حاجات مخفيه الى حد الان. تغيب عليك المعلومه انت البارح هل صارت ابحاث او ليه؟ تقريبا لم يتصل بي حتى حد من الفرقه هذيك، هي المعلومه اللي نجم ناخذها. ما نجمش نعرف كان يتصلوا بي، حتى انا احد محامي النجم معناها يتصلوا بي باش نحضر معاه لدى سماعه، فهمتني؟ لحد هيك هي ساعه اليوم معناها نهار 13 ماي 8 نتاع الصباح مراد ما تسال كان على يعني التدخلات نتاعو، المداخلات نتاعو، التحليل السياسي نتاعو. مراد معناها صحفي ومحلل سياسي يربطوا عقد بالقناة بالإيفان منذ 2018 والناس قالوا تعرفوا كيفاش نعاود نقول متزن ومعتدل. متر قلت لي الفرقة الأمنية دخلت للمنزل صارت عملية تفتيش، هزوا حاجات خاطر في مواقع التواصل الاجتماعي الحديث على حاسوب، الحديث على تليفونات، الحديث على شو اللي صار داخل منزل صديقنا مراد؟ تم حجز هاتف الجوال لمراد وتم حجز الحاسوب نتاعو لورديناتور نتاعو، فهمتني؟ واضح هذوما زوج حاجات اللي تم حجزهم دونك البي سي نتاع مراد. هذا تم يوم السبت في الليل. واضح دونك نستناو اليوم يمكن ابتداء من 9 فما امكانيه انه يمثل امام وكيل الجمهوريه، وحسب ما فهمت من كلامك اذا كان جنحه ينجم يخرج كما ينجم يتم الاحتفاظ ب 24 ساعه اخرى، اذا كان جنايه تنجم تصل مده الاحتفاظ ل 48 ساعه. وهو كذلك. متفائل ماتر؟ والله احنا جاهزين في كل الحالات، كل السيناريوهات المحتمله. معناها ما نجمش نحكي على حاجه ما ريتهاش، فهمتني؟ لازمني كان فما حاجه مخفيه يواجهوني بها وكهو، فهمتني؟ هذا هو اللي نجم نقول لك. الى حد هذه الساعه مراد لم يسال الا على تحاليله السياسيه، وهذا اللي نجم ناكده لكم لحد هذه الساعه. بعد فما حاجه جديده باش تظهر مرحبا بها. غازي مرابط الاستاذ المحامي، نحترموا كل الاجراءات، نحترموا كل القرارات القضائيه ومستعدين. غازي مرابط الاستاذ المحامي، محامي صديقنا مراد زغيدي، شكرا لك على قبول التدخل. بعد الاخبار نرجو نعلقوا على الكلام اللي قاله غازي مرابط محامي صديقنا مراد الزغيدي. سمعتوا التفاصيل، سمعتوا على شنو مراد تم ايقافه، شنو الى حد الان على الاقل يبحث فيه كما قال المحامي. ما نعرفوش شنو ينجم يتحكي فيه اليوم بما انه تم عرضه بعد دقائق بعد ساعات على وكيل الجمهوريه هو وصديقنا برهان. نتمنى نزموا أخبار باهية، نعود بعد الأخبار. صباح الخير تونس.